الأساتذة الكرام من الهند وآسيا وأوروبا، أشكركم جدا على هذه الحفاوة التي ألقاها منكم والتي أعتز بها أيما اعتزاز، وأتمنى لكم التوفيق في عملكم المثمر والرائع هذا من أجل السلام في العالم كله. والحقيقة أنني سأبدأ معكم في الشعر، وقبل أن أبدأ بما طلبت السيدة وفاء أقول أن الشعر هو كان الاهتمام البكر أو الأولي لي. حقيقة هذا بدأ مع بداية السبعينات من القرن الماضي مع مجموعة من جيل كامل نشأنا اسمه جيل السبعينات في العراق، وتعرفون أن المسميات التحقيبية أو الجيلية كانت تترى عندنا في العراق على شكل أجيال، فقبل السبعينيين كان هناك الستينيين، وقبل الستينيين كان هناك الخمسينيين الذين يتقدمهم الرواد، وبعدنا جاءوا الثمانينيين وهكذا إلى التسعين عندما انتهى القرن لم نعرف ماذا نسمي الذين أتوا بعده. عموما كانت مجموعة طيبة جدا من الشعراء حاولت جهد الإمكان أن تقدم شيئا، وكنت أنا واحد من هؤلاء. والحقيقة أنني حاولت أو سحرت بالشعر في بداية حياتي سحرا، وحاولت قدر الإمكان أن أضع الشعر موضعا استثنائيا، فمنه رأيت أو من خلاله رأيت العالم، رأيت الحياة، رأيت الكتابة، رأيت كل شيء جميل. الحقيقة كان ملاذ، يعني نحن كنا في وضع صعب إلى حد كبير في العراق. أنا اختبأت في الشعر بكل صراحة، يعني كان ملجئي الوحيد، يعني كنت إنسانا محبا للجمال، محبا للخير، محبا للحقيقة، محبا لكل شيء. لكن هذه الأمور الله يسلمك الله يسلمك، هذه الأمور كلها لم تكن تتوفر في الواقع بكل صراحة. كان مجتمع، كان الوضع وضع حروب، والسياسة كانت آسرة ومدمرة للناس، والوضع الاجتماعي سيء جدا، والأمور كانت يعني تنزل إلى الهاوية بكل صراحة. فعبدت الشعر عبادة، وجعلت منه حتى أني وضعت كل رؤيتي عن الشعر بما أراه بطريقة استثنائية. لا أعتقد أن هناك من وضع فيها الشعر كما وضعته، ولذلك ترون أني كتبت كتابا ضخما في تلك الفترة، ثم نشرته في تقريبا بداية القرن 21 اسمه العقل الشعري. والعقل الشعري، وهذه مكتبتي كما ترون، هذه المكتبة تحتوي على نسخة واحدة من كل كتاب من كتبي. عدد الكتب كما تعرفون 94 كتاب لحد الآن. سأريكم العقل الشعري بطبعته الأولى، هذه هي الطبعة الأولى، وهذه هي الطبعة الثانية، وهذه هي الطبعة الثالثة. هذه الطبعة الأولى صدرت في بغداد بجزئين حقيقة، ثم صدرت الطبعة الثانية في دمشق في دار الناية، ثم صدرت الطبعة الثالثة للكتاب والأخيرة هي لحد الآن للعقل الشعري عن دار الرافدين. وهذا الكتاب الحقيقة فيه ميزة بسيطة جدا، وهو أني حاولت جهد الإمكان أن أضع نظرية أو منظورا خاصا للشعر. والحقيقة هو صدى تلك الفترة التي كنت أرى فيها الكون بأكمله من خلال الشعر. كل الحياة كنت، ولهذا تجدون فيه الكثير من الأفكار التي قد تبدو غريبة، أنا الآن عندما أقرأها حقيقة تنتابني كثير من ذكريات تلك السنوات،
وأرى أني كنت قد ذهبت بعيدا جدا في تصوير الأمر. وهذا الكتاب مثار اعتزاز كبير، وأيضا بالمناسبة هو مادة لأطاريح الطلب الآن كثير منهم، ولهذا كان طلب عليه كثير جدا فطبعناه بهذه الطبعات الثلاثة. طبعا أنا كنت ممكن من جيلي أكثر، يمكن لا أظن هكذا، أكثر الآخرين نشرا لكتب الشعر، فقد أصدرت 7 مجلدات، هذه هي المجلدات 7، 7 مجلدات شعرية لأعمالي الكاملة. سأريكم الأخير على الأقل اللي هو 7، هذا هو المجلد رقم 7، هو هذا المجلد 7. فوضعت كل أعمالي الشعرية في 7 مجلدات شعرية أعتز بها كثيرا اليوم، وأعتقد أنني سأطبعها طبعة ثانية قريبا، وهي جهد سنوات عمري كله تقريبا تحتوي على 36 مجموعة شعرية، فضلا عن مجلد ثامن قادم سيحتوي على الأعمال الجديدة في حدود تصل إلى 40 مجموعة شعرية. أنا محب للشعر جدا، وما زلت يعني بنفس حرارة انتمائي وحبي للشعر في فترته السابقة، وقد كتبت ألوانا كثيرة، أو خلينا نقول مذاقات كثيرة للشعر. كتبت قصيدة التفعيلة، وكتبت قصيدة النثر، وكتبت القصائد القصيرة جدا، وكتبت ما يسمى بالنص المفتوح. وهكذا تنوعت تجربة الشعرية تنوعا شديدا، وهذا التنوع الحقيقة جاء بحكم أني لم أضع ضوابط شو نقول عليه أسوار للتجربة الشعرية. جعلت نفسي يعني أذهب حيث، لأن الشعر هو ابن الحرية بكل صراحة، فجعلت نفسي مع الشعر، أنقاد مع الشعر أينما يذهب. ولن أبالغ إذا قلت لكم أني يوميا أكتب شعر، ولكن مو بالضرورة أكتب قصيدة، ربما أكتب بيت أو بيتين أو عنوان حتى. المهم أن الشعر يشغلني دائما، وأعتقد مع نفسي ربما هو وهم، ولكنه وهم جميل، أن الشعر هو الداينامو، هو الماكينة العميقة الداخلية التي تحركني، وهذا مستمر وملازمني هذا الإحساس إلى يومنا هذا. هذا يدعوني إلى أن أختار المجموعة التي طلبتها سيدة وفاء، وهي حمام النساء في كركوك. هذا هو الكتاب، صدر عن دار الدراويش قبل 2 عامين، لكنه مكتوب حقيقة في 90s، وظهر أيضا في الأعمال الشعرية، والآن ظهر بطريقة مفردة. ربما أجد قصيدة، أعتقد طبعا أول مرة لازم أحكي مثل ما طلب مني أحكي ما هي قصة هذا الحمام. أنا كنت طفل في 6 من عمري، كنا في كركوك، والدي كان عسكري، وكان في كركوك، وكانت والدتي ترعاني، كنت طفلها الأول، وتقريبا بقيت الوحيد لسنوات، فلم تكن تستطع أن تتركني في البيت عندما تذهب هي وزميلاتها أو صديقاتها ليذهبوا مجتمعات إلى حمام النساء في كركوك. فمن الصعب جدا أن تتركني في البيت، لأنه يعني من ناحية خوف يعني على هذا الطفل. فكانت تصطحبني معها، يعني أذهب معها باعتبار أني ما زلت طفل تقريبا أقل من 6 سنوات، يعني 5 ربما، صغير يعني. فلا خوف على هذا الطفل، يعني لا يخيف هذا الطفل، ويعني طفل بريء وكذا. وكنت نذهب فعلا إلى هذا الحمام. بالمناسبة هذا الحمام بعد أن كبرت، وأتذكر ربما في 90s زرته، يعني زرت المكان وشفت ورأيته متحول إلى حمام الفرح للنساء، حمام الفرح للنساء في كركوك، كان اسمه حمام النساء فقط، حمام النساء في كركوك. عموما أنا كنت أذهب وأدخل معها، طبعا
المنظر مدهش كأنه فردوس، النساء العاريات والماء الذي يسيل من كل مكان والبخار والعطور، يعني الجو ليس هو الجو العادي اليومي الذي نألفه، فهذا الجو، هذا الجو الساحر رسخ في أعماقي، دخل في أعماقي. وطبعا يعني من المؤكد أنني كنت مسحور بأجساد النساء وبهذا المنظر الباذخ، ومن المؤكد أن هناك من النساء من انتبهن لي، من المؤكد، لأني أذكر هذا الشيء، يعني لأنه واحدة من النساء تذكر كانت تقول لأم هذا ابنك مراحة، يعني يباوع، يعني فلا تجيبينه بعد، يعني ما معناه. فالمهم أنا اختلقت طبعا، هذه هي الحادثة العامة، لكن لما كتبت تاريخ حمام النساء في كركوك اختلقت شيء آخر، وهو أن نعم كل هذا موجود، كل اللي حكيته موجود، ولكن أني هناك أفتح عيوني على النساء والنساء يشعرن بهذا ويضربنني، يعني يعنفني، وبين الضحك والمزاح والكذا أنا كذا يغمى علي وتأخذني سيدة الحمام اللي هي صاحبة الحمام وأغرم بها، يعني تضعني في أحضانها وتداري شيء، يعني شيء عالم جمالي، بس ظل عالم بريء ومليان بالطفولة. فهذا العمل حقيقة أنا كتبت أول مرة قصيدة بسيطة جدا، يعني استذكرت بها، ثم أغراني الموضوع بأن أكتب عن كثير من المشاهدات. طبعا هناك يعني بالتأكيد هذا شعر مثل البخار، مثل بخار الحمام. يعني يذهب بعيدا. فالحقيقة يعني نعم أقرأ لكم شيء بسيط. أنا أحب قصيدة جدا أحبها في هذا في هذه المجموعة الشعرية، تقول أو اسمها ليس هناك عنصر خامس. المرأة التي هي من نار تعرت أمام المشاعل وتحولت إلى نور أبدي. المرأة التي هي من ماء تعرت أمام المطر وتحولت إلى ضباب. المرأة التي هي من هواء تعرت أمام النافذة وتحولت إلى طائر. المرأة التي هي من تراب تعرت بين الجبال وتحولت إلى شجرة. الرجل الذي هو من هذا العالم وقف أمام النور والضباب والطائر والشجرة وصلى. نعم 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 صحيح. شكرا لك. عكازة رامبو يعني قصيدة واحدة طويلة جدا وعبارة عن نص مفتوح الحقيقة، كتبتها كمسودة أولى وأنا في هرر، في مدينة ذهب لها رامبو قبل قرن من الآن تقريبا، وعاش بها تاجرا للبن والعاج والأسلحة على ما أظن، بعد أن ترك تجربته الشعرية، بعد أن يعني أدار ظهره للشعر وسافر إلى عدن، ثم ذهب إلى الحبشة، وفي الحبشة كان مقره الرئيسي في هرر،
أنا الحقيقة وجدت نفسي في هذه المدينة في سفرة من السفرات، ولم أصدق أنني في هذه المدينة التي عاش فيها رامبو، وأنا أعشق هذا الشاعر، يعني أثر بي تأثيرا كبيرا. والحقيقة أني كنت أهلوس أحيانا في الليل وأتحدث معه وأفتح النافذة، وكأني كنت أراه شبحا بين الأشجار وبين البيوت وإلى آخره. فبدأت أكتب له يوميا شيء، هو عبارة عن مخاطبات معه، يعني أنا أتحدث معه وهو يتحدث معي، أكتبها طبعا شعر كشعر. والحقيقة كل الفترة اللي قضيتها هناك ظلت أشتغل بهذه الطريقة، ولكن كتبتها بطريقة سريعة جدا، يعني وبخط يعني سريع وغير واضح أحيانا وإلى آخره. وإذا بي أمام ما يقرب من 100 صفحة حوالي، يعني عدد هائل. أخذت الأوراق هذه وضعتها في حقيبتي وعدت، بعدين كنت في العراق، رجعت للعراق، وفي العراق لم أفتحها هاي الأوراق، وضعتها في مكتبي وتركتها نسيتها. بعد حوالي 6 شهور بالصدفة، وكأني يعني ما يعني خائف من هذا العمل، وجدت هذه النصوص وبدأت أقرأها، فدهشت بصراحة، اندهشت بالكامل. كيف أوتي لي أن أكتب كل هذا الزخم الروحي والجمالي والشعري بهالقوة عن موضوع يعني لم يخطر في بالي في يوم من الأيام؟ فاستخرجتها يعني هذه الأوراق، وأتذكر عملت شيء، أني عملت ما يشبه البوستر الضخم جدا، يعني ورقة في حدود 2 متر طولها وعرضها 1 متر، ورسمت بها صورة لرامبو، وبدأت يعني أنظم ما موجود عندي من مادة وفق هذه الصورة وفق مخطط الهرار وإلى عملية. أنا هكذا أشتغل بالمناسبة، يعني أشتغل بتشوق، يعني براديكالية عجيبة يعني مع نفسي. يعني فظليت يعني أقيم صلة وأخلق الجو من جديد، وبديت أعيد، يعني لا أعيد، لأن أنا أريد أحافظ على طراوتها، على 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 يعني عفويتها، عفوية التجربة والنص، فأبقيتها كما هي، ولكن حاولت أن أشذب بعض الأمور البسيطة وأضيف لها، إلى أن استوت عندي على شكل مجموعة شعرية كاملة، هي عبارة عن نص مفتوح يبدأ باللقاء برامبو في هرر وينتهي بوفاته عندما رجع مصابا بسرطان العظام في الرجل إلى باريس. يعني بهذه الطريقة الحقيقة يعني أنا عملت الموضوع، وقرأت القصيدة على يعني كان في بغداد، كان أتذكر منتدى الأدباء الشباب، كانوا دعوني بالصدفة بعد أن انتهيت من العمل، وقرأت القصيدة، ففعلا أصابت الدهشة الجميع من هذا. نص طويل جدا هو بالمناسبة، يعني تستغرق قراءته 1.5 ساعة حوالي. صابت الدهشة، وإذا بأحد الإخوان اللي كانوا موجود، هو صديق عزيز، طلب مني الأوراق، وهو صديق فاضل جواد، طلب مني الأوراق وأخذها معه، وقال لي بعد أيام سيخرج هذا كتابا. وفعلا يعني ما طول أبدا، أعتقد بعد 2 أسبوع طلع الكتاب. فالحقيقة كانت حفاوة هائلة، وأنا أحب هذه التجربة لأنها تجربة من الروح وتجربة عفوية جدا. فهذه هي قصة عكاجة رامبو. ربما من نعم لا لا هو الحقيقة ليس خلي خلي خليني أوضح لك. ربما من يدري، وأنت راح تلاحظين، شوفي الآن مثلا 6 وفاة، أنا تحدثت عن كركوك وهي بيئة جدا خاصة كما تعلمين، تحدثت عن هرر في الحبشة، الآن سأتحدث لك عن جولة وعلاقة بالصين. كيف أنا قرأت في يوم من الأيام قصة فلاح مرت به حادثة، فالناس يسألوه في كل مرة، يعني هو في البداية، يعني في البداية أجيب لك هذا الشكل،
كان عنده مجموعة من الخيول، فيبدو أن الخيول هذه حصان، عفوا حصان واحد فقد هذا الحصان، راح يعني ذهب. فالناس اجوا يعزونه، قالوا له مسكين انت، يعني هاي حكايه صينيه، مسكين يعني كان عندك هذا الحصان الوحيد ففقدته وراح وكذا، فاحنا جايين نعزيك على هذا المصاب يعني. فقالهم ربما، من يدري ما. ففي اليوم الثاني جاء هذا الحصان وجلب معه ما يقرب من 50-60 حصان، وفتحوا له فتحوا الاسطبل ودخلت كل الخيول وقفلوا عليها، فالناس انجنت بالقرية واجوا عليه قالوا له ما اوفر حظك انت، يعني عملت هذا الشيء كذا، يعني وجاك حصان، فقدت واحد اجوك 50 حصان. فقالهم ربما، من يدري. في اليوم الثاني ابنه يتدرب على الحصان وقعوا انكسرت رجله، يريد يروض واحد من هاي الخيول. فنفس الشيء اهل القرية، وقال لهم ربما، من يدري. في اليوم الآخر اجوا الشرطة يدورون على شباب المدينة حتى يجندوهم، أخذوا كل الشباب بس ابنه عافوه. اجوا الناس قالوا له شنو الحظ هذا، منين جاي بيش حظ ابنك الوحيد اللي بقى. قال لهم ربما، من يدري. فأنا الحقيقة هذه المفردة سحرتني، يعني فعلا تعبر عن الروح الصينية العظيمة بمعنى الكلمة. لأن حضراتكم تتذكرون أو تعرفون أن الصينيين عندهم الين واليانغ، أسود وأبيض، في كل من الأسود والأبيض لون مختلف، يعني لا يوجد خير مطلق، هناك خير بس في شيء من السواد، ولا يوجد شر مطلق، هناك شر بس في شيء من البياض، وهكذا. يعني هو أي شيء بالوجود ليس صافي، هذا المعنى. فالحقيقة هي فكرة القصيدة كلها أو فكرة. فأنا وضعت هذا الاسم ربما، من يدري، عنوانا لهذا النص. وهذه الحقيقة المجموعة الشعرية، لا هذه موجودة، نعم هذه المجموعة الشعرية ربما، من يدري. نعم فيها قصائد قصار 174 قصيدة من النوع اللي حوالي بين 3 إلى 5 أبيات تقريبا أو أكثر أحيانا. طبعا 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 طبعا, طبعاً, طبعاً. طبعا حولت جسدي إلى أوراق، وملأت بيتي بغبار الكلام، وأيامي كانت تتناسل في كتبي. طبعا هذه حقيقة يعني كما يعرفها الناس يعني. وأيامي كانت تتناسل في كتبي، ورائحة عطنة تخرج منها، ما الذي فعلته بحياتي؟ اختفت المراكب التي كانت تقل الآلهة من السماء إلى الأرض، لم يعد بالإمكان ظهور أساطير جديدة، ولم يعد بالإمكان شفاء الغليل الإلهي الذي فينا. سنظل عطشا هكذا وربما إلى الأبد. أي نعم، يا مرحبا.
شكرا جزيلا لكم. فقط حبيت أنوه حتى أختم موضوع الشعر، لأن هذا موضوع طويل جدا وما نقدر نستمر الحقيقة به للنهاية. آخر مجموعتين شعريات صدرت لي هي أدموا، هذه المجموعة الشعرية، وهي كاتب عليها أسطورة شعرية. حاولت أن أعيد إنتاج أسطورة آدم وحواء من جديد بطريقة جديدة، أنهم كانوا كائن واحد اسمه آدم ثم انفصلوا إلى آدم وحواء. هذه آخر مجموعة شعرية. واللي بعدها صدرت أيضا مرايا فقدت عقلها، هذه مجموعة شعرية ثانية. والحقيقة أنا أعتذر اعتذار شديد بهذه التجربة، هي تجربة متأخرة بالنسبة لي يعني زمنيا، تقريبا هي آخر أشياء كتبتها. هذه يعني من النصوص التي أحب دائما يعني أن أضيفها لتجربتي السابقة. نعم. نعم. نعم بالضبط بالضبط. هناك مقطع صغير منها وبعدين أقرأ مقطع شوي أطول. من أجل روحي أيتها الملكة، من أجل روحي بعثي لي تاجا من الشوك ثم اصلبيني. المراكب التي كنت أدفعها فيك كان لها أشرعة ومجاذيف وحجول، وفوق سفوح كل ليلة كنت أنحدر بها فيك وألكزها، أمسك كاحلها وأسوق، وكان طيري يحلق عاليا، وكنت ترتفعين وكنت ترفعين سواري الأشرعة ثم تطيرين إلى الأعالي مع النجوم ولا تعودين بين يدي. قصائد كثيرة الحقيقة، لكن أحب أن أقول شيء عن هذه التجربة الشعرية الطويلة لي، أن هناك ديوان متميز أعتبره تجربة كبيرة خارج كل المجاميع الشعرية التي كتبتها، فقط أريد أشير له، وهو تجربة أحزان السنة العراقية. هذه الحقيقة تجربة خاصة جدا، هاي طبعة أولى وهي طبعة ثانية للكتاب، وهي تجربة حقيقة تصف تراجيديا العراق عام 2006 عندما كادت الحرب الأهلية أن تنشب في هذا البلد. هاي فقط إشارة لها لأنها تعتبر مجلد يعني الحقيقة، وهي يعني مكتوبة على أيام السنة، يعني 365 قصيدة على أيام السنة من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وهي مجموعة معروفة عند يعني الكثير من الزملاء والأصدقاء. نعم.